تخرج ملايين اللترات من الحليب من هذه المزارع الضخمة إلى مصانع المعالجة لتحويلها إلى مئات من منتجات الألبان للمستهلكين. ولكن حرصاً على بقاء علامة المراعي التجارية في أوج نجاحها، فهم يواصلون إجراء الأبحاث لابتكار منتجات جديدة. لدينا مستويان من الأبحاث، لدينا ما نسميه بالبحث التحليلي وهو يتعلق بالتركيب الكيميائي للأغذية، أما الآخر فهو البحث الحسي أو المفاهيمي الذي يتعلق بحواس الإنسان. يقوم هنا فريق من 16 عالماً متفرغاً بالإشراف على تحويل أفكار جميع المنتجات الجديدة إلى حقيقة، وتتمحور هذه العملية حول الإبداع والابتكار. نحن نقوم اليوم هنا بتطوير منتج جديد، وهو عبارة عن جبن قابل للدهن، وها هو الخليط الرئيس هنا، حيث وضعنا جميع الأجبان المطلوبة وجميع المكونات المناسبة واللازمة. الآلات الموجودة هنا مشابهة لتلك التي في مصنع الإنتاج الأصلي، لكنها تعمل على نطاق أصغر. إنها تعطي الفريق الفرصة لإجراء تجارب باستخدام العمليات ذاتها المستخدمة في صنع المنتجات الأصلية، وهذا يترك مجالاً أقل للخطأ.